حكومي داخل على سيطرة نوعية يعلن جودته درجة أولى. أنابيب الراديتور الخاصة بالقطعة الخارجية، القطعة الخارجية شوفوا يا علاوي قرب لهم، هاي القطعة الخارجية الأنابيب مالتها النحاسية راح تكون، خلي أشوف أقدر أفرق. تمام، تعال يا علاوي صلي شيل المايك. تمام، خلينا نتكلم لكم على ظهر السلت. هاي أنابيب الراديتور، هاي شغلها شنو؟ هذه راح تكون نحاسية، والنحاس كنا نعرف انه عمره يكون اطول ويتحمل درجات الحرارة العالية، وايضا ما راح يجرد عندكم بالتنظيف، يعني اذا نظفته فد سنة سنتين ما راح يتغير لونه او يزنجر، ويتحمل اذا تخليه برا يعني على مطر او تلوحة مي ما عليه شيء. هاي بالنسبة للقطعة الخارجية. ها ابو حسين، اليوم راح شنو السبلت بصفي، فاليوم راح اشرح لكم على اقرب شيء بصف، الاقرب شيء اللي هي اليوم السبلت، سبلت الجنرال. خليني اشرح لكم عليه وعلى مواصفاته وعلى سعر. هذا يعتبر ارخص سعر حاليا على مستوى العراق، 380 دولار، مستحيل تلقاه ارخص من هالسعر. هذا ذكرنا لكم السعر بالبدايه، لكن مواصفاته سبلت راح يجي حجم 2 طن، مو 1 طن ولا 1.5، 2 طن 2400 وحده حراريه، راح يجي بغاز 400 العفو R22، ضاغط T3، ضاغط صحراوي. من نتكلم على الضاغط الصحراوي اكو سبالت ما تتحمل درجات الحراره العاليه، يعني شلون؟ يعني من ترتفع درجه الحراره 70 او 50، يعني هذه على الشمس مو تحت الظل قاعد نحكي 60، فاكو بعض السبالت تفصل لانه ما يتحمل الحراره اللي هو بيها. فهذا الضغط الصحراوي اللي هو تي 3 اللي اثبتت جدارته بالعراق واغلب السبالت قامت تستخدمه، هذا يشغل لك حتى تحت درجه حراره 65 درجه مئويه، يعني تنسى شيء اسمه ينفصل. لكن اكو مشكله ثانيه تواجهنا احنا كعراقيين بالسبالت اللي هي فولتيه الكهرباء. كل اذا مو العراق كله يعني الفولتيره تجيهم قليله، ما تجيهم جوا ال 100، ما تجيهم مستحيل 220 فولت حقيقي، اللي تجي 180 واللي تجي 190 اللي تجي 200، واكو عالم خوه تجيها 150 140 جلوب يلمض عنده. فهذا السبلت بفضل الضغط المزدوج مالته راح يشتغل عندكم لحد ال 185 فولت، يعني اذا عندك 185 فولت راح ينهض هذا عندكم السبلت ويشتغل. لكن اذا ما اشتغل جوا ال 180 فولت لا تعاتبني او لا تجي تحكي تقول انت قلت ينهض على اقل من ال 185 فولت، لان اغلب الاجهزه الكهربائيه ما راح تشتغل جوا ال 185 فولت، حتى لو ظل تحاول بها هواي ما راح تشتغل عندك الا بحاله واحده تربط لها رافع قدره، ورافع القدره هسه موجود بالعراق بشكل كبير تقدر تشتري وتشغله طبيعيا. السبلت ماركه جنرال، طبعا هذه الماركه ماركه تايلانديه كتصنيع تايلندي، لكن كتجميع تجميع صيني. اكو ملاحظه جدا بسيطه خليني اشرح لكم عليها، هذا تصنيعه مو ميد ان تشاينا، حيكون ميد ان بي ار سي. البي ار سي هو قطاع حكومي خالص، يعني هذا التصنيع مصنعينه خاصه للشعب الصيني، وعند اكو بيه استيرادات العفو تصديرات لعده دول، فمن هاي الدول هي العراق. يعني راح تاخذ سبلت ما راح تلقى عليه ميد ان تشاينا، راح تلقى عليه ميد ان بي ار سي، يعني قطاع حكومي داخل على سيطره نوعيه يعني جودته درجه اولى. انابيب الراديتور الخاصه بالقطعه الخارجيه، القطعه الخارجيه شوفوا يا علاوي قرب لهم، هاي القطعه الخارجيه الانابيب مالتها النحاسيه راح تكون، خلي اشوف اقدر افرق. تمام، تعال يا علاوي صلي شيل المايك. تمام، خلينا نتكلم لكم على ظهر السلت. هاي انابيب الراديتور، هاي شغلها شنو؟ هذه راح تكون نحاسيه، والنحاس كنا نعرف انه عمره يكون اطول ويتحمل درجات الحراره العاليه، وايضا ما راح يجرد عندكم بالتنظيف، يعني اذا نظفته فد سنه سنتين ما راح يتغير لونه او يزنجر، ويتحمل اذا تخليه برا يعني على مطر او تلوحه مي ما عليه شيء. هاي بالنسبه للقطعه الخارجيه. القطعه الداخليه راح تشوفون الانابيب مالته ايضا نحاسيه، اغلب السبالت تجي الانابيب مالته ستانلس ستيل، فيكون عمرها اقصر، يعني فرق هذا الشيء لا اكثر ولا اقل، العمر يكون اطول بالانابيب النحاسيه. القطعه الداخليه فلاترها تكون علويه، وايضا راح يكون انابيب كلها نحاسيه. هذا كيبل التشغيل مالته مثل ما ملاحظين اعزائي، خلينا نكمل لكم الشرح عليه. طبعا الاضافات تجي الاضافات تجي بسبلة الجنرال، تجي بواري نحاسيه بطول تقريبا مترتين ونص الى مترتين وربع تقدر تستخدمها، وايضا يجي وياها ريموت كنترول. طبعا هذه تعال علاوي، تعال هذه مواصفات السبلت مثل ما تلاحظون، هذه ماركه جنرال فلاج،
هذه علم فيتنام او تايلاند العفو، شنو في تايلاند عندكم. هذا يعمل على غاز R22، عندكم الضاغط او الكمبريسور T3 ضاغط صحراوي ونظام EQV. هذه علامة تجارية والموديل مال سبليت 2400 وحدة حرارية، وأيضا نسبة كفاءة الطاقة والقدرة الكهربائية للكيلوات وسعة التبريد 2400 وحدة حرارية بالساعة. هاي معلومات أغلب العالم ما راح تعرفها، فخليني أشرح لكم شوي عليها فطول خلق وياي. بالنسبة للسبالت، كل سبليت وله استخدامه الخاص، يعني الاثنين طن لازم إلى مساحة يلا يقدر يشتغل بيها، الواحد طن إلى مساحة محددة يشتغل بيها، واحد ونص أيضا. نبدأ بالواحد طن. الواحد طن هو 1200 وحدة حرارية، شنو نقصد بيها؟ هذا راح يبرد لك مساحة تعادل 3 × 4 متر، يعني 3 عرض و4 متر أو عرض 4 و3 طول بالنسبة للغرفة. لكن كنت تبريد مستمر راح يصير لك إياها ثلج. أما كل ما زادت الغرفة كل ما طلب من يمنا انه ناخذ حجم اكبر للسبالت. بالنسبة للاثنين طن شو يبرد؟ يبرد مساحة تتراوح من 7 عرض او 7 × 8 الى 7 × 9 الى 7 × 10 تبريد مستمر، راح يعطيك الغرفة يسوي لك اياها ثلج. هذه مواصفات السبالت. الواحد طن لا، من 4 إلى 5، من 5 إلى 6 متر يبرد لك اياها. بالنسبة للسعر قلنا لكم $380، هذا ارخص سعر على مستوى العراق. اتوقع العالم كله تقدر تشتريه، لكن هو ما راح يجي انفرتر، راح يجي سبلت عادي. سحب الكهرباء يتراوح من 12 امبير الى 14 امبير، لان يعني تدرون السبلت العادي يسحب كهرباء، فيشتغل فقط على الوطنيه. عرفت شلون؟ اذا اردت تشغل على السحب لازم تاخذ سبلت يكون به نظام الانفرتر او نظام التحكم بالامبيريه. بنهايه الفيديو اتمنى تكونوا استفاديتوا، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، ولا تكتبوا لي جواب بالتعليقات شنو رايكم بشروحاتي، او شنو تريدون نزلكم شرح عليها بالمستقبل. حياكم الله والف عافيه.